يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا رب انفعنا بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والبينات والذكر الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا منه، اللهم علمنا ما جهلنا منه، اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به كربنا واصلح به حياتنا واصلح به أزواجنا واصلح به أبناءنا. اللهم من يجعله يا رب حجة لنا، اللهم من يجعله حجة علينا. اللهم من يرب العالمين بالقرآن الكريم، اللهم من يرب العالمين بالقرآن الكريم، اللهم من يرب بارك لنا بالقرآن الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. إخوان هذا الجمع هذا، اللهم اجعله يا ربي جمعا مباركا، اللهم تفرقنا منه تفرقا سالما، اللهم يوما محصوما يا رب العالمين. اللهم يا ربي لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. الأخ نور الدين فرح بالجميع، قول الله سبحانه وتعالى الله يفرحكم بدخول الجنة، الله يصلح الحال ديالكم، الله يصلح وليداتكم، الله يصلح الدار والمجتمع اللي تعليم، الله يبارك لكم في الحياة، الله يبارك لكم في التجارة، الله يبارك لكم في الحركات، الله يبارك لكم في السكنات، الله يبارك لكم في الذرية، الله يبارك لكم فيما تحاولون وما تناولون، الله يحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم، الله يكون منكم، الله يصلح الحال ديالكم، والدين ديالكم اللي مشاو عند الله، الله يوليهم برحمة الله. اللهم يا ربي، إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم يا ربي لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين والمسلمات أجمعين. انتم الله يكون منكم، الله يصلح الحال ديالكم، الله يقضي الأغراض ديالكم، الإخوان ديالكم والأخوات، إخوان ديالكم والأخوات ديالكم، الله يجعلكم إخوان على صرم المقابلين. الله يصلح حالكم جميعا، يصلح ما ظهر وما بطن منكم، الله يوفقكم لما تحبه وترضى. الله سبحانه وتعالى الله يصلحكم، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك ليكم، الله يبارك عليكم. فرحتوا بنا، اطلبوا الله سبحانه وتعالى يوسع لكم في الأرزاق. هذا الطعام وهذا الشراب وهذا الفرح الله يجعله في ميزان الحسنات، الله يجعله مقبولا ان شاء الله عند الله، الله يرحم به الوالدين ويشدد به الرحمات عليهم. هاد الاخوان كاملين اللي رفعوا الاقدام ديالهم، الله يعشر الخطوات ديال الجميع، الله يرضي كل واحد منا بقضاء حاجته، الله يصلحكم جميعا، الله يقضي اغراضكم جميعا، الله يحفظكم جميعا. اللي مريض فينا وفيكم الله يشافيه، اللي عنده ضيق الله يفرج عليه، اللي عنده دين الله يقضي عليه، اللي عنده مريض الله يشافيه ليه. الله يصلحكم ويصلح حالكم، ويجعل المحبه لله والعشره لله والرفقه لله. الاخوان ديالنا اللي رفعوا الراس ديال القبيله في بوجدور وكانوا هما اللي داروا المبادره، طلبوا الله سبحانه وتعالى الله يكون منهم جميعا، الله يصلحهم، الله يجعلهم اخواننا على سرور متقابلين، الله يحفظهم من شياطين الجن والانس، الله يحفظهم من كيد الكائدين. الله سبحانه وتعالى
قبيلة ديال ولاد بن السبع كاع اللي كيجري في شي خير ليها الله يصلح حالهم. اللهم صل وسلم على هذا العام اللي نادينا شي فاتحة يمشي معنا هذه المرة الجاية. لا غادي يمشي ونديهم غادي نديهم إن شاء الله. حنا فاتحة الله يهدي يمشي معنا هذه المرة. باش الشهادة ديال الله كاين اللي حضر معنا سمحوا لي راني مرت شوية بالبرد. كاين اللي حضر معنا في وجدور وكاين اللي ما حضر ولكن الشهادة ديال الله سبحانه وتعالى هاد الإخوان هادو ومن بينهم الاخ مولاي حميد بويطان وهاد الشباب كلهم راهم داروا واحد البادره طيبه ورفعوا من القيمه ديال القبيله في المنطقه ديال الصحراء المغربيه اللي محتاجين فيها باش نبانوا ونظهروا ونسجلوا الحضور ديالنا ونكونوا موفقين وسط القبائل. هاد الاخوان اللي كانوا سباقين لهاد البادره الطيبه الله يصحح الحال ديالهم الله يكمل منهم الله يكثر الامثال ديالهم. بغينا ان شاء الله رب العالمين بهذه المناسبه وبهذه اللحظه المباركه وبهذه الزياره الميمونه بغينا ان شاء الله رب العالمين باش نتعاونوا ونتضامنوا ونديروا يد في يد ونزيدوا في هذه الرفعه ونزيدوا في هذه القيمه. راه الملتقى الثاني ان شاء الله رب العالمين غادي يكون ربما سيغادي في الوقت ديالو. بالمناسبه خصنا كنا نتجندوا ونحيدوا الخلافات ونحيدوا جميع المسائل اللي يمكن تعترض السبيل. علاش؟ لانه هذا واحد الهدف كبير كبير عند الله وكبير في المنطقة وكبير في المملكة وخصنا ما نفرطوش فيه. هذا واحد المكسب الحمد لله ضمناتو القبيلة بواحد الأيادي ديال الشباب. ما كناش كنفكروا بأنه هادشي غادي يكون بهذا المظهر وبهاد النتائج وبهاد القيمة الحمد لله في العالم وفي المغرب. وهادشي تيخدم القضية الوطنية وتيخدم الصحراء وتيخدم المصلحة ديالنا كقبيلة وكيخدم المصلحة ديالنا كشرفاء ولاد بن السبع معروفين في التاريخ واحد التاريخ عريق. فلهذا حنا نكونوا خير خلافين لخير سلف. جدودنا والدينا رحمة الله عليهم كانوا من العلماء وكانوا من الأسياد ديال المناطق وكانوا من سباقين العمل ديال الخير وكانوا من ناشري أهل العلم. إذن حنا خصنا نشدوا هذا المشعل ونساهموا في الوطن ديالنا ونساهموا في المنطقة ديالنا ونساهموا في الصحراء ديالنا شبابا كبير وصغير ونكونوا مجندين إن شاء الله باش ننجحوا الملتقى الثاني بإذن الله سبحانه وتعالى. والله شرف كبير اللي حضرنا لزمان والله يحفظكم الله يجزيكم واحد الفرحه دار الحمد لله شفناه في الدار البيضاء وشفناها هو في المنطقه عندنا والناس ديال سيد مختار معروفين بالكرم ومعروفين بالدار الشرف راه مفتوحه لكم مرحبا بكم الله يحفظك الله يخلصك حسبوا داركم اي وقت في اي مناسبه الله يجزيك انا راه داركم هذه مرحبا بكم الله يحفظك انا ما خدنا فيكم هذه الليله راه بلاكم تجلسوا معنا شويه الله يحفظك مرحبا الليله ديالنا الله يجمع الشمال امين الله يوحد السكينه امين الله يرفع الرايه ديالها امين الله سبحانه وتعالى نكونوا خدام لهذا الوطن امين العرش الملكي امين في المستوى ديال الاحداث امين كتغير الحمد لله وكنشوفوا السفارات وكنشوفوا الخيرات. اذا الحمد لله هذا هو الامال ديال المغاربه كلهم والامال ديال هذه المنطقه والامال ديال المنحدرين من الصحراء المغربيه. وهذا هو المجهود علاش مشينا سنه 1991 لبينا النداء ومشينا للصحراء وربطنا وربطوا الاحباب ديالنا والدينا وخوتنا وجيراننا ربطنا من اجل هذا الهدف اللي الحمد لله اليوم شفناه كيتحقق على يد جلاله الملك محمد السادس الله ينصره. امين. اذا خصنا نزيدوا في التعاون ونزيدوا في التكافل ونزيدوا في التضامن ونزيدوا في الترابط بيننا والتواصل. وهذه الجمعيه ديال الملتقى خصنا ندعموها بالغالي والنفيس ولو بالكلمه الطيبه. ما نحدثوش الشر وما نحدثوش الخلاف. هذا الجمعيه هذه ديال هذا الملتقى وهذا الملتقى ككل عنده هدف واحد هو الرفعه ديال القبيله. أمين. هو لم الشم هو التلاحم هو صله الارحام. اذا احنا ما عندناش هدف اخر ما في هدف سياسي ما في هدف انتقامي ما عندنا شيء. كل شيء هاد الحباب جلسنا معاهم في الصحراء تما في بوجدور واحد الفرح كبير وصغير صراحه يدي. وهذاك النجاح اللي نجح هذاك الملتقى بفضل الله سبحانه وتعالى ان حتى واحد ما يقدر يدير هذاك التنظيم اللي وقع. كتشوف بان القدره ديال الله سبحانه وتعالى كاينه وسط هذاك الملتقى من غير شك ولا خير. اذا حنايا نزيدوا وهاد الجلسه هذه اللي جلسنا اليوم هذا راه دليل قاطع على ان الناس كلهم كيحبوا الخير لهذه القبيله وكيحبوا الخير لهذا المغرب. الله يكون منا جميعا الله يصلح الحال ديالنا السلامه ديالنا ان شاء الله توصل للبر الامان الله سبحانه وتعالى واحد الصفوف ونزل المحبه وتكون المحبه ديال الايمان وتكون الاهداف كلها خالصه لله والاعمال خالصه لله. الله سبحانه وتعالى يوفقنا وفقنا لما يحبه ويرضى. الله يصلح حالكم ويصلح ما ظهر وما بطن منكم. الله يقضي الاغراض. الله يوفقنا ويوفقكم للخير والعمل الخير ويجعلنا من اهل الخير. امين.
اللهم يا ربي إننا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ونور صدورنا وشفاء أمراضنا وصلاح ذرياتنا وبركة في أعمالنا وقضاء حوائجنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. بحرمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جلالة الملك اللهم انصره ولا تنصره، اسمع ما ننسوش الملك ديالنا، الله يحفظه الله يضمنه الله يحقق على يديه ما يصبو إليه لهذا الشعب المغربي. الله سبحانه وتعالى الله يحفظ الأسرة الملكية ويحفظ جلالة الملك ويحفظ هذا الوطن من الكيائدين ومن شر الأعداء. الله سبحانه وتعالى يحفظنا من الأمراض ومن المصائب ومن الزلازل ومن الفتن ومن جميع مصائب الدنيا. الله سبحانه على وحسي الله رحمه الله ما يلخيب علمني الله مصطفى نبي الله. نعم الحاج مصطفى راه مشاو وبشرنا بالخير وتعاون وضحى ومشاو الناس بزاف، جميع الركابه ديال الخير وجميع الفرسان ديالنا الله يحفظهم امين الله يضمنهم امين ويجعل فتح على يديهم. الحاج مصطفى بالخصوص الله يحفظه راه فيه الحماس وعطانا واحد الوعد قال لك هذا العام ديت جوج ديال العلفات، العام الجاي ان شاء الله راه بيدي ندي خمسه الله سبحانه وتعالى يوفقه ويوفق جميع ان شاء الله الجايه غدو ديال القبيله كامله. ايوا الله يحفظكم هادشي اللي بغينا نقول نطلب لله النجاح ان شاء الله. كاع اللي بغى شي حاجه ديال الخير كنطلب الله سبحانه وتعالى يلفي الخير ان شاء الله. المره المقبله كلشي غادي يجي بوجهه والله حتى تسري. إننا عبادك يا أرحم الراحمين، انظر فينا بعين الرحمة والعفاء، اللهم يا رب اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، اللهم اغفر لنا ما قدمنا، وما أخرنا، وما أسررنا، وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين، اللهم افتح لنا أبواب الخير، ويسر لنا كل خير، واغننا من فضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين، اللهم ارض عنا يا رب كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، وشر المشرك. بجاه نبيك المختار إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. بحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والإخوان ما جزاكم بخير وسبات عنا مرحبا بكم.